إذن هذا ما تابعناه بشكل مفصل عن النتائج، نتائج أرامكو. طبعا لنا وقفة من بيروت مع زميلتي ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار للحديث أكثر. طبعا هذا هو موضوع اليوم ماري، نتائج أرامكو. أولا تحليلاتك لهذه النتائج التي ذكرناها قبل قليل، وأيضا بما أنه ارتدت الأسواق العالمية، هل نتوقع ارتدادة لسوق الأسهم السعودي وبالتالي تأثير أكبر لحركة سهم أرامكو على السوق اليوم؟ هذا ما لم نتابعه بعد آخر نتائج كانت إيجابية في السوق. صباح الخير آلاء، ويعطيك ألف عافية. يعني نتائج أرامكو اليوم اللي صدرت يعني واضح أنه جاية إن لاين مع التوقعات تبع المحللين. ما بدنا نجي نقول أنه هذا الفرق البسيط بين التوقعات والنتائج اللي صدرت أنه هو ممكن يكون في له تأثير، لأنه بالنتيجة نحن وقت نطلع على نتائج أرامكو عم نطلع على النمو بشكل عام بقطاع الطاقة، يعني مش بس بالسعودية، وإنما هو في له تأثير على الجو العام إذا بدنا نقول عالميا وحتى إقليميا. فبالتالي نحن اليوم وقت بنشوف هذه الأرقام قريبة جدا من التوقعات، خاصة انه التراجع يعني اذا بدنا نقول على اساس سنوي طفيف جدا، يعني عم نحكي على 3%، منا هذه النسب العالية. ولكن الملفت كان بالبيانات او النتائج تبع ارامكو هو النمو ب 5.8% بالايرادات تبعهم على اساس سنوي، وهذا الشيء يلي بيعكس قديش انه في ادارة او استمرارية للفترة المقبلة، لانه نحن بنعرف انه بالفترة الاخيرة كان في نوع من انتعاش او ارتداد بقطاع البتروكيماويات او حتى قطاع الطاقة بشكل عام. وهذا الشيء انعكس بالبيانات الماليه اللي صدرت من قبل الشركات سابقا. ولكن بالنسبه لارامكو يعني كان في كثير من التعديلات اللي حصلت مؤخرا، لا حتى هن يقدروا يضلوا محافظين على الاستمراريه تبع الارباح تبعهم والايرادات، وبالدرجه الاهم هي التوزيعات اللي هن ملتزمين فيها. يعني حتى نحن اذا بدنا نطلع على التوزيعات اللي هي مرتبطه بالاداء اللي اعلنت عنه ارامكو انه حيكون في لها توزيع، عم نحكي على تقريبا 10.8 مليار دولار من توزيعات. هيك بتوصل التوزيعات الإجمالية كلها تقريبا لحدود 31 مليار دولار، يعني بعد شركة ملتزمة. صحيح إذا نطلع أكثر بالتفصيل حنلاقي أنه في عنا تراجع بالفري كاش فلو تبع الشركة بحدود 18% على أساس سنوي، ولكن هيدي أكيد في لها ارتدادات بأماكن أخرى. يعني مش أنه مجرد أنه شفنا أنه في عنا تراجع بالفري كاش فلو لازم يصير في قلق عنا فيما يتعلق بالتوزيعات أو غيرها من الأمور المالية اللي متعلقة بالشركة. فهلأ نحن بهيدي المرحلة التقييمات مش انه كيف حيكون تفاعل المستثمرين مع اداء النتائج تبع ارامكو ضمن السوق، وانما النظره المستقبليه، لانه الشركه كمان اعلنت انه هي متوقعه انه يضل استمرار الطلب بالفتره المقبله، وهذا الشيء اللي حيخلق الايجابيه عند المستثمرين. نحن نعرف تداولات ارامكو منا من الاسهم اللي هي بيتم المضاربه عليها ضمن الاسواق الماليه، يعني ما بنشوف دائما في عنا هذه التقلبات السعريه العاليه. فبالتالي هلا ممكن يكون فتره لتمركز المستثمرين، فيما يتعلق بارتدادة الأسواق، نحن دائما نعرف أنه الأسواق الخليجية دائما تتفاعل بالشكل يعني الإكستريم ميجر إذا بدنا نقول، أو الدرجة القصوى مع القلق أو الخوف العالمي اللي هو ممكن انه ينعكس بشكل سلبي على الاسواق، فبنلاقي هذه التراجعات. ولكن دائما نطلع بنلاقي انه في ارتداد سريع من بعدها وواضحه بالتقلبات تبع هذا العام، يعني شفنا كثير من الارتفاعات ان كان بالسوق السعودي او الاسواق الخليجيه الاخرى، ولكن وقت القلق بتلاقي في ضغوط بيعيه بتصير ضمن الاسواق قبل ما يرجعوا يتمركزوا المستثمرين وقت اللي بتوضح الصوره اكثر. فنحن اليوم اكيد ارامكو حيكون في لها تاثير على نفسيه المستثمرين، ولكن مش على اداء سهم ارامكو وانما على السوق بشكل عام. فاليوم حننتظر اكيد افتتاح السوق كيف يكون ونشوف تفاعل المستثمرين بشكل عام مع هذه الأخبار، كيف بدها تنعكس على نفسية المستثمرين، خاصة أنه كمان ألا نحن امبارح كان عندنا نتائج البنوك كلها بالسعودية ما شفنا ولا أي تفاعل معها. فبلكي اليوم مع هذه الارتدادات أنه نقدر شوي نشوف التفاعل الإيجابي مع هذه النتائج اللي صدرت، ونشوف شوي ارتداد يعني من النقاط أو المستويات اللي وصلنا لها مؤخرا بالتراجعات القوية على السوق السعودي، كيف ممكن أنه نبلش نرجع نشوف شوية ارتدادة، ممكن أنه ما تكون على أحجام تداول عالية لأنه بعض القلق موجود. فحنترقب سوا كيف حيكون الافتتاح وكيف حتكون انعكاس كل هذه النتائج اللي صدرت باليومين الأخيرين على السوق اليوم. شكرا لك دائما ماري سالم المحللة المالية في الشرق على كل هذه التحليلات.